لكن لازم تكونوا متأكدين ان المسار بتاع التفاوض بيحتاج صبر وتأني، ما تستعجلوش النتائج، لكن كونوا واثقين من الله سبحانه وتعالى، ثقتكم في ربنا سبحانه وتعالى وفي بلدكم وفي قدراتها، في بلدكم وفي قدراتها. ان الحفاظ على حقوق مصر المائيه ده امر زي ما قلت مره قبل كده، ما يعني مش ممكن حد هيتجاوزه، بس ما تستعجلوش وتتصوروا ان الامور يعني كل حاجه ليها ترتيباتها وليها تدبيرها. والتفاوض عمليه شاقه وصعبه، واحنا بنضغط، وزي ما انتم شفتم يمكن خلال الفترات يمكن الاسبوع ولا العشر ايام الاخرانيين استقبلنا مبعوث امريكي للقرن الافريقي، واستقبلنا الرئيس الكونغولي رئيس الاتحاد الافريقي تشيسكيدي عشان هذا الموضوع نتكلم فيه. ويعني الجهد والحركه ماشيه على ان احنا نصل الى يعني حل لهذه المساله اللي هي بتعتبر اللي بنعتبرها من المسائل الحساسه جدا جدا والمهمه جدا جدا.